الممثلين الصحافه الرقميه ما خدوش حقهم لان الاستاذ عبد الرازق ولا الورقيه يعني ولا الورقيه خليني بس هو بس ممثل سوهاج بس اللي خد طيب حتى من وجهه نظري ممكن يكون غلطان بس انا عشان القعده تبقى مثمره في ثلاث محاور جم في دماغي دلوقتي. اولا المتلقي اللي هو المستهلك اللي هو القارئ، هل احنا عملنا دراسات على القارئ والامور اللي بيحتاجها وانهي وسيطه من الوسائط اللي بتروق له طبقا لمجتمع فيه 18 مليون واحد امي لا يقرا ولا يكتب لكنه معاه تليفون وبيقدر يشتغل على الفيسبوك وغيره، دي محتاجه دراسات، ما اعرفش ما عنديش ارقام. اتنين ده المتلقي اللي هو الاساس اللي هو هدفنا كلنا تقريبا المتلقي. اتنين الصحفي، سواء صحفي بيأدي في صحافة رقمية او في وسيطة ورقية، هل هو مؤهل؟ زي ما حد من شوية كان علاء يمكن بيتكلم على عدد كليات الاعلام او المعاهد او غيره، هل عبد الرازق بيتكلم، هل هم مؤهلين؟ هل هم متدربين كفاية؟ هل موجودين في صناعة الاخبار الاولاد دول عندهم ما يكفيهم الاول راتبهم وبدلاتهم وتدريبهم وغيره انه يقدر يشتغل ويعمل زي زمان يجري يدور على خبر ويدور على السبق وغيره، ولا هو متكلس في اطار مؤسسي اصبح عقيم؟ دي برضه عايزه دراسه. يعني المتلقي ومقدم الخدمه، احنا ده بنتكلم في مؤسسه وبنتكلم في وضع سياسي وبنتكلم في اليات فنيه ومش. النقطه اللي بعد كده الدكتور عبد المنعم قال حته خطيره جدا ودي اللي وجعاني قوي في القعده، يمكن انه قد ايه وسائلنا ووسائلنا صحيح يا دكتور عبد المنعم بتوصل بره، يعني احنا مؤثرين قد ايه بره الحدود؟ احنا تقريبا مش مؤثرين تقريبا كصحافه كاعلام، لانه دكتور عبد المنعم بيقول وقالها كده يعني بشكل خجول انه تكاد تكون الحاجات الفرعونيه بس اللي متشافه بره، والناس بلاقي سي ان ان يقول لك جايبين حاجه على السياحه او الشمس او غيره او الاثار، لكن هل في حدث معين او هل في صحفي معين او مقال معين او غيره خرج بره واثر؟ احنا تراجعنا كتير في القوى الناعمه في مجال الصحافه والاعلام تحديدا، والدليل مش عايزين برضه نضحك نفسنا، حتى في مجال الخليج والدول العربيه المحيطه كان زمان المقالات المصريه او الصحف المصريه وغيره لها تاثير حتى على الدول دي وعلى سياساتها، دلوقتي تتراجع نتيجه تجريف حصل على مدار فترات كتير جدا. خلينا بس الجزء اللي باقي من النقاش لو ينفع نرد على هذه الحاجات، لانه انا بتكلم بطلع نفسي من المعادله وبقول انا عايز ايه؟ انا عايز يبقى في كلام بيطلع من اي جورنال مصري سواء رقمي او ورقي ويأثر بره ويعمل حاله جدل حتى بره، مش بس الجرائم اللي بتبقى عندنا في مصر مين اغتصب مين ومين عمل مين كله بيتكلم عليها والاقيها في كل المواقع بسرعه، احنا مش كده، احنا اكيد افضل من كده. فده الموضوع بينكم وعندكم وحضراتكم سواء صحافه رقميه، انا مش حابب افصل يعني جماعه الصحافه الرقميه وجماعه الصحافه الرقميه على الاطلاق، كل الناس محمود وعلاء والدكتور كل الناس الموجودين كلنا مغموسين في ريحه الطباعه والورق وغيره، هل انه الوقت اذن ان احنا ننتقل لحاجه ثاني ولا نشد بايديهم ونطلع ونشوف المشاكل ايه؟ انا ما اعرفش الموضوع عندكم بس عايزين نطلع بروشته في الاخر لمتخذ القرار. طب تسمح لي انا فضل. يعني استاذن اساتذه كلهم وارد على المحاور الكتير حضرتك طرحتها وجزء منه هعقب على كلمه الاستاذ عبد الرازق. في مشاكل طبعا، في مشاكل، هل دورنا ان احنا نرمي المشاكل والازمات على اكتافنا؟ لا، الحقيقه انا مش دور الدوله او دور المؤسسات انها تدور على بائع صحف او تخصص اكشاك في المدن الجديده اطلاقا، ما فيش حد هياخد بايدك ويعمل ده. انا دوري الاول انا ارسم. زمان كان الاستاذ عبد الرازق اكيد عارف كان بيشوف بتوع الطباعه وبتوع التوزيع ويجيبهم ونقعد معاهم، مشاكلك فين؟ النقطه دي فين؟ طب نقطه الصعيد؟ طب القطر بيطلع الساعه كام؟ هو اللي بيحل، مش هحل لك مشاكلك. فانا اخد زمان مبادره. طيب هل المشكله اختصرناها في الطباعه وبائع الصحف؟ الحقيقه لا، ده اختزال مخل لانه الاساس محتوى. قولا واحدا ازمه الصحافه رقمية قومية محلية عالمية هي أزمة محتوى. المحتوى الجيد يفرض نفسه على الجميع، يفرض نفسه ورقيا، يفرض نفسه إلكترونيا، يفرض نفسه على سوشيال ميديا ووسائط ومنصات وكروس ميديا وخلافه. أستاذ علاء يتفق معي طبعا أن المحتوى الجيد يفرض نفسه، يطلع بقى مقال، يطلع محتوى، يطلع تحقيق، هو ده الأساس. هل في محتوى جيد في الصحافة الورقية؟ بمقدار يعني بمقدار صغير جدا. في مقابل الصحافة الورقية، معلش هضحك، ما هو لا انت بتقول ان المحتوى الجيد بيفرض نفسه في اي وسيطه من الوسائط. صحيح. طب ما هو ممكن في حاجات درر موجوده، معلش الدكتور عبد المنعم مثلا بيكتب مقال في او مقالات في اكتر من صحيفه. صحيح.
يا دكتور عبد المنعم معلش يعني هل المقال ما هو نفس الراجل نفس الكاتب نفس الافكار؟ كم صحيح؟ لو عندي فرصه ان انا اقراه الكتروني هقراه الكتروني قولا واحدا، لو عندي فرصه ان انا اوفر اقراه مطبوع واقراه الكتروني مش انا بس اي حد تاني هيقراه عبر الويب سايت او على على السوشيال ميديا. دي نقطه. النقطه الثانيه والاهم فيما يتعلق بالتاثير والنقل، طبعا اتفق مع دكتور عبد المنعم ان ما ينقل عننا فيما يتعلق بالحضاره الفرعونيه وخلافه و لان البديل كان اما كوارث، ومش ده بس عندنا في كل العالم يعني الدول امتى بتطلع الى مشهد ورئيسيه الاحداث لما يبقى في حدث يستحق. انا هنقل تجربه شخصيه في ايفر جيفن لما سفينه عطلت او يعني جنحت السويس جنحت، احنا كنا اول موقع مصري نقلنا الايكومينست الصحيفه الاقتصاديه الاعرق نقلت عننا بالاسم مش سر عشان بس مفيش حد تاني كتب ببساطه. لو كان ناس كتبت كانت الناس كلها هتنقل، فهو شاف ان في موقع محلي مصري كتب التفاصيل وجدنا يعني معلومات من القبطان وجنحت ازاي، وكان كنا اول موقع كتب. حتى انا كنت بقى يعني بقول ان مش بس احنا ما عرفناش من بره، لا احنا نشرنا من جوه والعالم ربما نقل عننا. فقيس على هذا الامر في ده محدود. انا وقد اكون ما نجحتش في ايصال الفكره بتاعت التاثير، تاثير الحدث اللي بيحصل في مصر ما كان ايام 2011 احنا العقبه العالم كله بالظبط مش مفرحني طبعا بالزبط. اكيد مش فرحان ايفر جيفن شحطه اكيد مش صحيح. فرحان يعني مش الحدث، انا بتكلم على تاثيرك كصحافه وكراي على العالم على المنطقه. يعني ممكن احنا دلوقتي بنقول ايه الحق في مقال في نيويورك تايمز بيقول كذا كذا، مهتم جدا بيه لانه مؤثر، في مقال للكاتب فلان الفلاني في صحيفه الشرق مؤثر، انا فين في تاثيري؟ ده قصدي ده سياق اظن انه منحنى محتاج فيه ان احنا نبص للسياق، نبص على الظروف، نبص على حاجات تانية مش معني بفكره ان الصحافه الورقيه او محور النقاش الاهم. يعني احنا ممكن نتكلم كتير ليه الدكتور خالد بيكتب وليه ما خدوش عنه، هنقعد نقول في اجنده وفي توجهات وفي يعني اظن محتاج موضع اخر للنقاش، لكن احنا بنتكلم على المشكله. حضرتك قلت لازم ناخد بايد بعض، هل احنا بناخد بايد بعض؟ لا ما بناخدش بايد بعض. ليه؟ منذ قليل حوار مع الاستاذ عبد الرزاق توفيق بيقول لك ازاي انا تحاسبني تروح المؤسسه وفي فصل بين الالكتروني والورقي، في رئيس تحرير هنا وفي رئيس تحرير هنا، في محرر لوزاره التموين هنا في محرر لوزاره التموين هنا، يعني ازاي ازاي اتحدث عن دمج صاله التحرير؟ الطبيعي يكون المحرر اللي في وزاره التموين طبعا رقمي. ده اساسيات الدمج يكون واحد ولا يكون ده واحد؟ ده اساسيات الدمج يا فندم. انا ازاي بتكلم على نموذج نيويورك تايمز واشنطن بوست واساسيات الدمج وانا عندي اثنين في كل مصدر وثلاثه في احيانا في بعض الاصدارات يا محمود يعني. فانا مش هقدر احاسبه واقول له نتكامل وهو اصلا مفيش تكامل عنده. في 2008 انا كنت في البي بي سي عربي وكنت مراسلهم هنا، فكان بيطلب مننا ان احنا نعمل تقرير للتلفزيون انا بعمله وانا بعمل تقرير للإذاعة اللي بيحصل وللموقع يا فندم. انا عندي المحرر بينزل بيصور ويطلع لايك ويمنتج ويكتب ويعمل كل شيء وزاره التموين يا فندم. دلوقتي انا عندي المحرر بينزل بيصور ويمنتج ويعمل تقرير ويطلع بث مباشر ويكتب للموقع.